تأتي هذه القمة تحت عنوان جميل هو تنمية العقول لازدهار الأوطان. والصحيح عندما تنمو العقول وتزدهر يزدهر الوطن معها. هذه القمة كانت مميزة الحمد لله، ومشاركتنا فيها بإرث زايد وإنسانيته وإنسانته عن زايد القائد الملهم السياسي المحنك المفكر والشاعر، جميع هذه الصفات قامت ببناء هذا الوطن. نحن فخورين بالمشاركة وبوجودنا أيضا ضمن المعرض. هذه القمة تعطي فرصة لنا للالتقاء مع شركائنا، تبادل الخبرات وتبادل التجارب، وأيضا لبناء علاقات وشراكات جديدة. شكرا لكم.